الوطنية. 24 نقطة في انتظار كيف سيدبر مباراته اليوم أمام فريق أولمبيك آسفي بملعب المسيرة الخضراء. كتيبة جون توشاك تدرك تماما بأن اليوم ستلعب أمام خصمين، ستلعب أمام خصمين، أمام منافسين، أولا أولمبيك آسفي والخصم الثاني وأرضية الميدان التي لا تساعد كثيرا على تقديم مردود جيد. سيما للوداد أصبح يلعب كرة جميلة، كرة حديثة، تمريرات قصيرة، وهذا الأمر يفرض وجود أرضية ميدان في المستوى، وهذا لن يساعد الوداد على تقديم الأفضل. لذلك أنا أقول 50-50 بين الأحمر الودادي والقرش المزفي ونادي أولمبيك آسفي. هذه واحدة من المباريات المهمة المبرمجة اليوم دون إغفال لقاء لوسيكا أولمبيك خريبكا في مواجهة لنادي القنيطري بملعب بلدي. بينما هذه كرة عسكرية في انتظار أول هجوم وأول تهديد لحارس المرمى محمد الزوكا. الجيش يبكر بالتهديف، الجيش الملكي يعلن مبكرا بانه عازم على تحقيق الانتصار. العرضيه المثاليه والرصيه المركزه من مصطفى اليوسفي، شوف الباس، شوف العرضيه، حمزه حجي دون رقابه اليوسفي برصيه يازمه الحارس محمد وزوكا. هذه الاعاده لكره حمزه على المقاس في اتجاه مصطفى اليوسفي، وبالراسيه اليوسفي تازم الحارس وزوكا. 1-0 تتغير النتيجه مع بدايه المباراه. العساكر يتقدمون، العساكر ينتفضون مع بدايه هذه المباراه. شجاع عبد السلام بن جلون، اسماعيل كوشام، خالد السقاط فقط لحمزه حجي. تمريرات خاطئه والصراع على مستوى وسط الميدان، حكم يقول خطا وكره مربوحه ليوسف انور. حمزه حجي يستلم هذه الكره عرضيه واوزوكا. ماذا يفعل اوزوكا؟ ماذا يفعل اوزوكا؟ هذا الثاني، هدف ثاني بعد خطا فادح لمحمد اوزوكا. ماذا فعلت يا اوزوكا؟ هديه لا ترد، هديه منحتها للعساكر، هدف ثاني في وقت صعب جدا للكوكب المراكشي. شوف الاعاده، حمزه حجي يرفع الكره، كان سهله، كان سهله لمحمد اوزوكا. إذن هدف ثاني لفريق الجيش الملكي في هذه اللحظات على بعد 9 دقائق من نهايه المواجهه. يوسف انور يستفيد من خطا فادح لمحمد اوزوكا واضعا الكره في الشباك. تتغير النتيجه والافضليه دائما للعساكر. اعتقد بعد هدف يوسف انور الجيش الملكي